راكم لا حوتي الزينيه ريكلا الله غالك نديرو فوطو حوتي. السلام ورحمه الله. بيبي معك السيدة لاميرا. السلام عليكم. على زوج فوزة يقول خلص. فليكسيلو سبحان الله سيدي. هو دخلت مع السيدة جبت له طوندوز قال لي يخلصك السيد وعاود راه 460 ألف. ما نعرف أيام اللي قزينة واللي قزينة مسكين بدا يرعد على بالك. هو كي دخل على بالي شوف على بالي باللي واش ضربتك انا ضربتني بهادي قيستك هكا ايه قيستني بلا قل هضر معاه بلا ايه يعني طوش فيها كي قيستك سيبو رحمة دار برك الواحد ما يحبش يدير معاكم الكومبا تاع الصح ها ترى سير كومبا سير كومبا سير كومبا بيان سور ندير كومبا انا قادر نطلع معاك بوحده انا يدير كومبا كاميرا ولا واش ها كثير كاميرا جوج في رمضان ولا واش أكتو وجود في رمضان كاميرا كاشي بيبنا ما تمسنيش ما تمسنيش سيبو هذا ارفق ارفق ايه اكسرها ها اكسرها واش اكسر براسها واش واش راك تضرب براسها واش اكسر انت مو السياره ما يدي ما رانيش خدام تخبط لي في الكروسه بلاصه ما لقيتكش انت لا لا ما رانيش خدام ما رانيش خدام طاكسي خويا كاميرا كاتب واش من كاميرا حسين هذا جزء من الكواليس اللي عشتهم خلال هذه الكاميرا كاشي وكاين بعض المقاطع تاع الكاميرا كاشي تاعك يعني فاقت 7 ملايين مشاهده يعني واش تزيد تحكي لنا على مقاطع اخرى او كواليس اخرى بو فيما يخص هذه تاع 7 ملايين مشاهده ما نكذبش عليك والله غير واحد من الناس ما كنتش نستنى كاميرا مخفيه راح دير الباز وتحقق النجاح هذا مع كما يقولوا راهي نقص الامكانيات هنا القشافيه هذيك راني مسلفها عندك الشاشه هذاك مسلفه الحوايج راني شاريهم من الشيفون باقي لها واحد 70 الف هذو واش تورنيت والحمد لله على كل حال حبوها الناس بون فيما يخص الناس كاينين بون كاين فرق بين تكون تورني وتروح تفرج الحلقه كاين بعض الاشخاص كي رحت نشوفهم والله غير شغل غادوني مالغري درت لهم كاميرا كاشي ما حبيتش نجوزهم كاين بزاف ناس درت لهم كاميرا كاشي مالغري حلقات شابين قال لك ما تفوتناش هادو شنو هو السبب بون كاين اللي ما يحبش يبان في التلفزيون انا علاش غاطني كاين حلقات في الشباب ومن بعد يقول لك ما كان لا تجوزني كاين واحد المقطع حكينا فيه البارح واقيلا قلت لنا السبب على واحد غادك ما قدرش تجوز الكاميرا كاشي ديالو لسبب راح ترفد له كنت عند الحفاف بو كاين مقاطع سورتو تاع الحفاف كاين مقاطع سوبريميتهم كاين ناس بكات كاين ناس عباك تخلعت شغل اللقطات هذوك ما لا لا كاين واحد اثر فيك بزاف يعني انبك دامير وحكيت لنا عليه على يعني الشخص اليتيم اللي قال لك انه الاخر اللي قال لي علاش دير لي هكذا يا خو راني يتيم ما نكذبش عليك ما حبيتش نكمل معاه قاسني سورتو كي سمعت الكلمه تاع يتيم قلت لي كيف سي بون حبس كاميرا كاشي خلاص ما نكذبش عليك والله غير الدمعه طاحت لي ما نكذبش عليك